في هذا المضمار نصف قرن، نقول نصف قرن لأن انشغاله بدأ سنة 1967 في إطار العمل الثقافي المجتمع المدني وكذلك رحلة أخرى إلى آية 2017 اللي كان فيها هذا الفيلم 55 سنة بعد تمنى له عمر مدين. فالكتاب بتأليف جماعي، جماعي معناه أنه سيتم تقديمه لاحقا في مرحلة خاصة بهذا الجانب من الأستاذ البخريس، عرض جماعي فيه ساهم فيه في جمعه أولا في جمعه وتنسيقه كل من الأستاذة فاطمة البخريس هي التي كانت قطب الراحة في هذا المجال والتي تسجلت على جمعه والتسجيل ثم ستحسد عن ذلك ثم إعناء الأعمال للندوة بدراسات أخرى كان الفضل فيها للعلاقات ومريدي وأصدقاء وتلاميذ الأستاذ أحمد بن ثم هناك الأستاذ سعيد بن نيس الذي كذلك تتبع بكل ما له من دراسة.